قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إن 20,000 مختطف يقبعون في 790 سجنا تابعة لميليشيا الحوثي. وأضاف في الندوة التي نظمها عبر تقنية الاتصال المرئي إن ميليشيا الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات تمثلت في القتل وتصفية الخصوم والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والإعدام خارج القانون وانتهاكات ضد الأطفال وتجنيدهم وتقييد الحريات وانتهاكات الحقوق العامة وتفجير المنازل والاعتداءات ضد الأقليات ونهب المساعدات الإغاثية وتجيرها لصالح مجهودها الحربي وفرض سياسة التجويع وتعذيب الجرحى والأسرى وتجنيد نحو 7,000 طفل في صفوفها.